السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه اخباركم؟ النهاردة هنبدأ جولتنا من اول ما نشتري الحاجة. دلوقتي البصل والبقدونس والكزبرة طبعا تنقيها خضرة وتكون يستحسن انها تكون فريش، طبعا ده في السوق، في السوق في البلد اللي انا فيها. الخضار فريش واخضر، طبعا في الحاجات اللي هي فيها الحاجات المصفرة دي بلاش منها، يعني يستحسن ان هي تكون خضرة وتكون ورقها حلو، لان كده كده الاصفر ده بنشيله كله، فاحنا مش محتاجين ان احنا نشتري حاجة ممكن نرميها. ده بقى السلق، والسلق هنعمل خطواته مع بعض النهاردة، ولو انتوا عايزين ممكن نعمله محشي مع بعض. احنا هنعمله لغاية ما نجهزه للحشو. اوكي، الطماطم طبعا احنا بننقي الطماطم الحمراء الجامدة، هنحتاج 3 طماطميات، يبقى طماطم وبصل وكزبرة وبقدونس و الحاجة الأساسية اللي هنعملها اللي هي الكرنب. الكرومب ده ورق على قد ما هو مسكر وشكله حلو الا ان هو بياخد وقت في السوا بس شوية، فيستحسن لو في بلاد بيبقى فيها الكرومب بلدي يا ريت طازة بيبقى احسن. طبعا هنا جانا مطبخنا، البصل 3 بصلات، هناخد منهم بصلتين هنقطعهم مكعبات. طبعا ليه مش هنستخدم الفرامة اللي احنا قلنا عليها او اللي انا بستخدمها على طول في المطبخ؟ لان المحشي من الحاجات اللي البصل فيها لما بيكون متقطع بالايد ومتقطع كبير بيبقى طعمه احلى، ما بيبقاش عامل زي التفل في الاكل وبيبان. المحشي اكلة مليانة خضار وبتحب ان هي كل حاجة تبقى باينة، تبقى ميكس مع مختلطة مع بعض وفي نفس الوقت تبقى باينة. هنا هنحط ملح معلقة ونص بعد ما قطعناه مكعبات وحطناه مع 3 معالق زيت كبار، نص معلقة كمون، وهنحط كزبرة، كرومب يعني كزبرة يا جماعة، وفلفل اسود، ده فلفل اسود برضو نص معلقة. المقادير دي على الكمية اللي انا هعملها، والكزبرة طبعا اساسي معلقة وربع، لو انتي الكزبرة بتاعتك حلوة هتحطي معلقة بس. اوكي، ممكن تزودي لو انتي بودر زي الكزبرة بتاعتي كده زودي تاني، مفيش مشكلة، ممكن تخليهم معلقتين. جوز الطيب يا جماعة بتخلي طعمها وريحتها تحفة تحفة تحفة، جميلة جدا. انا بحب ابشرها بشرة خشن مع بإيديا ومش بالمبشرة خالص زي ما متعودين يعني. أنا عايزة نص واحدة، ودي بهارات مشكلة ومعلقة بهارات مشكلة، كل المعالق اللي احنا المعيار بين معلقة الصغيرة أو معلقة الشاي. يبقى احنا حطينا ملح وملح وفلفل أسود وكزبرة كمون وبهارات مشكلة وجوز الطيب، هتحطي حبهان كده كده الشوربة فيها حبهان. لو انت عايزة تزودي بودرة حبهان مفيش مشكلة، بس البهارات المشكلة بتغني عني الحبهان لان هي كده كده بيبقى فيها حبهان. تمام، هقلب كويس قوي. انا مش عايزة الاكلة بتاعتي تبقى حامية على اللي بياكلها، ف مش هدبل البصل بس، مش يعني مش هشوحه، مش هديله لون، مش هحمره. هو هنا معايا تمام، دي بصلايه، طبعا احنا قلنا احنا عملنا بصلايتين وفاضل بصلايه، هناخدها هنشقها كده بالنص من غير ما اكمل للاخر، وهحطها في ميه، دي في ميه عشان ما تغيرش لون ولا ريحه. البصله بتاعتي اهي، اول ما تبدا الماده الدهنيه الموجوده اللي انا حطاها
تيجي على الجناب والاقي البصل اندمج كده مع البهارات، يبقى انا كده تمام وصلت المرحلة اللي انا عايزاها. الطبخ احسن حاجة فيه انك توصلي للحتة اللي بتوصل فيها الطعم للجزء اللي انت عايزاه، مش مجرد مكونات على بعض. هنا الطماطم طبعا حشيت الطماطم كان مخضرة وناشفة، فاحنا هنحط صلصة. لو عندك availability او عندك قدرة ان انت تخليها كلها صلصة بطماطم فريش، يا ريت، تبقى تحفة جدا، ودي كان طعمها حلو جدا جدا جدا. 3 معالق صلصة كبار، هنبشر ال3 طماطميات وهنحطهم عليهم. بس في الاول نصيحة، معجون الطماطم او اللي هي صلصة الطماطم الجاهزة احسن انك تديها تشويحة مع البصل او مع البهارات والسمنة بتاعتك او الزيت، عشان خاطر تروح منها ريحة التخزين، هتبقى قريبة جدا لريحة الطماطم الفريش. طبعا دي انا بحط معاها طماطم فريش، طب ما هي كده كده طماطم اللي موجودة مش قد كده، ودول كده كفاية، او دول كده كفاية، بس التانية برضو بتديها سنة فريش. اهم 3 طماطميات بحطهم اول ما يبدأ المادة الدهنية من جنب موجودة، اتسبكت نص تسبيكة وهادي كده اختلطت معاها، وهزودها بمية. انا عايزة على المقدار اللي انا عملته ده احط 2 فنجان لـ3 فناجين مية كبار، يعني من مجين ل3 مجات مية، هتبقى معايا كويسة جدا. الكرنب من المحاشي اللي بتحب يبقى لونها احمر، يعني يبقى باين فيها الصلصة. انا من الناس اللي بتحب الحاجة تبقى باينة، يعني هاكل محشي بصلصة طماطم تبقى صلصة طماطم باينة فيها، بحب طعم الطماطم. واي انت لو كلتيه كده هي دي الطريقة بتاعته. تمام، هقلبها لغاية ما يمتزجوا مع بعض. طبعا في تركة كده احنا بنعملها عشان خاطر لما اكون عاملة اكل وفي تسبيكة انا ما سبكتش او ما حمرتش البصل في الاول، فهو مش هيبقى تقيل على المعدة ولا هيبقى بيحمي وبيعمل الحموم او الحرقان اللي بيحصل ده. وفي نفس الوقت هحط نص معلقة سكر، مش هتعمل حاجة في الطعم، مش هتغير ابدا. انا هنا بدوق الملح، لازم تظبطي الملح بتاعك من حد لحد، اللي بيفرق الاكل بيطلع حلو او وحش ليه، هو بيدوق الاكل وهو بيعمله. دي نص معلقة سكر انا بحب احطها لما يكون في تسبيكة. دي الخضرة غسلناها وشطفناها كويس وصفيناها من المية، وهنقطعها برضو، هقطعها هنا مش هقطعها في المفرمة او في الكبة، عشان انا عايزاها برضو تكون باينة. المحشي هو محشي خضار، الخضار لازم يبقى باين فيه، ابقى باكله وانا مش حاسه ان انا باكل عجينه من جوه كلها متلخبطه في بعض، مش قادره اميز ايه اللي محطوط، هو انا مميزه كل حاجه موجوده هي ايه، وفي نفس الوقت حاسه بطعم كل الحاجات ديت موجوده في حاجه واحده. نبص كده على الصلصه، الصلصه سبكت يعني، ايوه، ما اعمل كده بالجنب الاقي الزيت بتاعي طالع على الوش كده، ده كده معناها كده تمام، كده اتسبكت ووصلت للمرحلة اللي انا عايزاها. هنزل الخضرة كلها فيها، انا مش هسوي الخضرة، هو انا بس بتشم النار كده، بس يبقى طعمها داخل مع الصلصة، الاتنين يمتزجوا مع بعض كويس. المحشي المصري من امتع الاكلات اللي ممكن تاكلها بمزاج، هي مش مكلفة، مفيدة جدا، مليانة فوائد،
سهلة وسريعة لو انتي رتبتي الخطوات وما حسستيش نفسك انك هتعملي حاجة جامدة. يعني ممكن نيسرها على نفسنا، دي كوباية ونص رز مصري مغسول ومتصفي، مفيش رز مصري. اه بص، هي يدوبك خدت تقليبتين، مفيش رز مصري مفيش مشكلة، مش هنأزم نفسنا، هنعمله برز العادي، رز البسمتي. هو هيفرق في درجة السوا، يعني هو اللي هيفرق، هيفرق درجة السوا بس. والرز البسمتي ما بيتغسلش، مش هغسله ومش هنقع، يعني لا هنقعه ولا هغسله، هستخدمه زي ما هو، هشطفه شطفة سريعة قبل ما استخدمه واستخدمه على طول. انا هنا بس فردتها على حاجة عشان خاطر تلحق تبرد المية. فاكرين البصلاية؟ هناخدها ونجيب مية ونحطها مع المية معلقة كمون، ونحط البصلاية ونسيبها تغلي. نكون مسكنا الكرومبية بتاعتنا بقى، هنقطع بزاوية، يعني هتقطعيها بزاوية. وخلي بالك انا السكينة، بخلي بالي جدا من موضوع السكاكين ده، بالمنظر ده فرغيها، وبعدين حاولي تعمليها كده بالسكينة. حسيتي ان هي خلاص تمام، هتشيليها. ولو انتي واصلة لغاية هنا يا ريت تحطي لايك للفيديو. اهي الكرنباية بتاعتنا جميلة وورقها حلو على فكرة، هو الكرنب مسكر وكرنب شتا بيبقى نسبيا حلو على حسب طبعا المكان. انتي هنحطها على وشها بعد ما المية تكون غليت، اول ما تبدأ تغلي معايا كده وتاخد كده، هي بدأت تستوي. انا مش هسويها، يعني انا هخليها نص سوا، والنص التاني هتاخده مع الرز وهو بيستوي، او 3/4 سوا. فتحيها بايديكي كده، اهي اهي يعني بإيديا بتتفتح عادي. طبعا هي سخنة جدا، ما انصحكيش تعملي كده، بس انا بعملها عشان اوريكي قد ايه هي ما خدتش وقت، وفي نفس الوقت دي كده علامة ان هي كده خلاص تمام. طبعا انا مش هينفع اتعامل بيها وهي سخنة كده، انتي هتمسكي كده بالمعلقة وتحاولي تشيلي، هتلاقيها بتتشال معاكي على طول. هنكمل بقى كل الورق بالمنظر ده، هنورقها، اسمها هنورقها بالمصري، يعني هنشيل الورق ده بالظبط كده، هنفصله ونتأكد ان كل ورقة طرية معايا مش ناشفة، تمام. وهنسيبهم ياخدوا غلو. نيجي بقى للسلق، انا شاريه معاكو كويس، مش عارفه تقريبا لما اتحط في قلب الاكياس وكده دبل شويه، مش فاهمه ليه تقريبا الطريق. احنا بنقطعها كده، في ناس بتقطعها بالسكينه بالورب زي ما انا عملتها كده، بس انا بصراحه بحب طريقه المقص، انا بحس ان هو بينجزني جدا في المطبخ، من ضمن الحاجات اللي ما اقدرش استغنى عنها في المطبخ. سهل وسريع ومش محتاجة حاجات كتير. هعمل معاك كام واحدة كده، اتفقنا ان احنا هنعمله بس كده. وغسلته، مش محتاجة انشفه قوي لان هحطه في مية سخنة. الخطوة دي انا مش بسويه، انا مجرد بس بديله سخونية عشان الورقة تطرى، ولما اجي الفه يبقى طري معايا، ما لقيش الورقة ناشفة فتتكسر مني، وانا انا مش بسلقه، انا مش عايزة اسلقه، يعني حتى المية مش سخنة قوي، انا قادرة احط ايديا فيها واقلبه. بالظبط الورقة بدأت تدبل اهي معايا، لو شايفين الورق، وهسيبه على جنب كده واغطيه ياخد البخار ويكمل بقية التراوة. كده تمام، كده غطيته خلاص. نرجع تاني للكرومباية،
كده خلاص احنا ورقناها والورق بتاعها تمام وكله طري، همسكها على البلانشة بتاعتي او العطاء واقطع بقى الجزء الناشف ده، العروق دي كلها هتتقطع وهبدأ ارصها، هقطعهم كلهم. العروق دي مش هنرميها، العروق دي هنحطها في الحلة قبل ما نبدأ نحشي المحشي بتاعنا. انا مش عايزة، ايوه بالظبط. ليه بقى؟ عشان دي تعمل كعازل، ان يعني لا قدر الله لو حصل ان الحلة بتاعتنا اتلسعت ولا حاجة والنار كانت عالية شوية، المحشي نفسه ما يتلسعش، لآخر واحدة تكون زي أول واحدة. وهقطعهم كلهم طبعا. بعد ما بنشيل العروق كلها، في كذا طريقة، في كل حد بيقطع بطريقة معينة ان انا اوصل للمربعات او للورقة اللي انا هحشي بيها بقى، اللي انا هبتدي احشي بيها. انا هقطع معاكم كذا ورقة كده، هي دي اسهل طريقة، في ناس بتعملها على ايديها طبعا ما فيش اي مشكلة. دي كده الطريقة ان احنا نحطهم على بعض، تختصر برضو وقت ومجهود. ولكل شيخ طريقة بقى في التقطيع، في حد بيعمله ورقة الورقة كاملة، في حد بيعمله جزء جزء طبعا بالظبط على حسب. انا كده دول كده اهي، دي كده تمام برضو على حسب قطر الصباع، انت عايزة طويل رفيع بالمنطقة كده تمام. شايفين ده كده ايه بالنسبة لي، ودي طريقة تانية كده، وبتلفيها وتقطعيها كده اهي، كده بقت موجودة معايا. ايه الطريقة اللي تريحك؟ الطريقة اللي تريحك، وبتفضل كده. وبعد كده وانت بتحشي بتقطعي على نفس حجم الصباع اللي انت عايزاه، دي برضو طريقة تانية للتقطيع. وتقطعي، هتلفيهم على بعض كده، هترتبيهم على بعض وبعد كده تقطعيهم. دي شكل حلتنا بعد ما خلصناها وكده، لما بدأت دخلت في السوا، وبالهنا والشفا.